اليوم اسفي يعني بغينا نديروا هذا اليومين في اسفي هو تيبين المقاربه ديالنا المختلفه على المقاربه الرسميه. وكنا صدرنا بيانين على هذا كيفاش ان اليوم الحركات الاجتماعيه كيفاش يعني التحديات اللي مطروحه اليوم على الحركات الاجتماعيه ازاء هذه القمه، لان احنا القمه في حد ذاتها كنعتبروا اليوم في هذا السياق اللي جا في حد ذاتها راه ما غاديش تجيب شي حاجه كثيره بالنسبه لهذا يعني في التحسين او في السياسات او الحجم ديال الكارثه. كنعتبروا اليوم ان هذا كوب 22 هو واحد المحطه غادي يجيو الشركات والاقوياء ديال العالم يديروا تما الصفقات على ما يسمى بالمشاريع الخضراء. طبعا كاينين فضاءات اخرين اللي هما ديال الفضاء ديال المجتمع المدني، ولكن حنا والمنطقه الاخرى اللي في المنطقه الخضراء ولكن حنا كاتاك اليوم كنشتغلوا لان في واحد الديناميه حنا ضد هذيك الديناميه ولا يعني في تناقض مع الديناميه الرسميه. كاينه واحد الديناميه اخرى تعبويه اللي كنشتغلوا معاهم وهما رضا كوب الشبكه الديمقراطيه لمواكبه كوب 22 اللي فيها واحد العدد ديال الجمعيات اللي حنا كنشتغلوا بمقاربه اخرى ديال اننا بغينا نبنيو واحد الحركه بيئيه مرتكزه على تجارب ديال النضال وديال التعبئات على مستوى البلاد كلها ومرتبطه في الحقيقه بالقضايا الرئيسيه بحال هذا الشيمنت ديال اسفي اللي الناس معبئين على مسائل ملموسه ديال التلوث اللي كاينه في المدينه. وبالتالي هذيك الشبكه رضا كوب مشات عند دريس اليزامي على اساس اننا بغينا نشاركوا في هذاك الشيء ديال الفضاء بحالنا بحال الناس الاخرين. ولكن هذاك اليزامي بدا بالابتزاز، قال لهم انكم اولا خصكم تبدلوا الموقف ديالكم من كوب 21، تقولوا ان راه مزيان وكذا وكذا، وتغيروا السميه ديال الراسماليه من المقاربه ديالكم. دونك واحد النوع ديال التدخل سافر، لان دريش اليزامي هو المشرف على الخطوط ديال المجتمع المدني اللي تعين في هذيك اللجنه اللي عينها الملك. وبالتالي كان واحد النوع ديال الابتزاز ديال انه خصكم انتم تحيدوا. دونك هذه خطيره في الامر. وبالتالي الشبكه ديال يعني ديال رضا كوب اللي حنا فيها خرجت موقف ديال تنديدي بهذاك الشيء. والمساله الثالثه هو انه هذاك التصريح ديال اليزامي مؤخرا اللي كيهضر على هو يعني الديناميات البيئيه اللي كاينه في البلاد ما هضرش على الشبكه ديال رضا كوب. وبالتالي اليوم الشبكه ديال رضا كوب خرجت موقف قرار ديال اننا حنا ما غاديش نشاركوا في الانشطه ديال الفضاءات ديال كوب 22، لان هذاك الشيء ما فيه والو. وخاوي وثانيا يعني ما داروا لنا الابتزاز، وثانيا بغاو يفرضوا علينا هما الراي ديالهم اللي غادي نقولوا حنا في اطار هذاك الشيء. وبالتالي حنا كنبقاو خارج هذاك الشيء ديال كوب 22 على اساس ان حنا غنديروا الانشطه اللي هي موازيه لهذاك الشيء. دونك راه كاينه واحد الندوه دوليه كذلك اللي غادي تدار في مراكش، يعني اللي غادي نشاركوا فيها يعني حنا كاتاك في نهار الحد، وكاينه المشاركه في المسيره ديال 13، ودونك واحد العدد ديال الانشطه اللي يمكن دار في التعبئات الموازيه لهذاك. دونك حنا خارج هذوك الفضاءات يعني الرسميه ديال هذاك الشيء ديال الاطفال. شكرا. زيد شحال المغرب باقي ما دارش ما مفيدش بزاف، زعما سؤال خاطئ واش انت معاه ولا ضد؟ لا ماشي كنجاوبو، لا ماشي فوست بروبليم، زعما اشكاليه خاطئه. واش معاه ولا ضد؟ واش داخل ولا ضد؟ اللي مهم بزاف هو انه الى حنا غادي نضغطوا والدور ديال المجتمع المدني هو يضغط على هاد الناس ديال القرار باش يتبناو قرارات في صالح الناس، الى غنضغطوا من برا ونكونوا مؤثرين راه مزيان، الا غنضغطوا من الداخل نكونوا مؤثرين راه مزيان. لاساسيا شنو الهدف؟ المبي الهدف. الحاجه الثانيه المغرب راه ماشي، وكنقولوها دائما، ماشي جدي في التعاطي ديالو مع الكوبا ديالو مع الكوبا ديالو. الدليل على ذلك هو ما دارش استراتيجيه وطنيه. المفترض من ضمن الحوايج اللي خصو يديرها المغرب انه يكون عنده استراتيجيه وطنيه للتنميه المستدامه. اش كيقول فيها؟ يعني بالك تقول لي عنده ارقام واحد الداله، شحال غتهود ديال سي او 2، شحال تهود ديال اس او 3، شحال تهود، بمعنى ارقام محدده المغرب غير ملتزم.
ما على الاستراتيجي ما كنعرفوش اشنو ماني باري من نفس المغرب بناء عليهم نقيسوه ونقولوا راه هو اليوم شاف المؤسسات هذه المندوبيه هذه معط الاحصاء هذه اشكال اللي فوقيه ولكن في الداخل ما كاين والو بالتالي كما كانوا الناس جديين كيقولوا البيئه راه حنا معاهم الا كانوا برا راه غنكونوا مع الناس برا ونقولوا لهم راه حنا راه هذاك الشيء اللي كنقولوا ما مزيان والا كانوا اللي داخل غنكونوا معاهم ونقولوا هذاك الشيء ما راقي ولكن ايضا حنا في اطار الشبكه ديال الديمقراطيه الشبكه اللي كانت هي شكل اخر من شكل المجتمع المدني اللي كان غادي هادشي اللي بمعنى واحد النسيج جمعوي منذ البداية للأسف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولا اليزامين اللي عطوه يكون مشرف على العملية دخل المجتمع وبغى المجتمع المدني يكون أكثر رسمية ما خلاش المجتمع المدني حريته في أنه يبدي الآراء ديالو ما خلاش المجتمع المدني الاستقلالية ديالو في أنه يقول اللي بغى وبالتالي خصهم واحد الصوت واحد هذاك النسيج اضطرينا كأطراف واحد مجموعة ديال الجمعيات أننا نخرجوا منه ونشكلوا الشبكة هاد الشبكة هي اللي احنا اليوم كأطراف المغرب راحنا مخاطبين فيها وبالتالي راه عمل هو عمل جماعي شكرا.